مرحبا بكم من جديد مشاهدي الاحبه، والتحيه الصباحيه لكل من يتابع برنامج قهوه الصباح في هذا الصباح الجميل من يوم الخميس. ومباشره هذه المره ننتقل بكم مجددا الى بدر بن علي الرمحي، مدير دائره التنبؤات العامه ونظام الانذار المبكر. حياك الله اخوي بدر في برنامج قهوه الصباح من جديد، يسعد ربي صباحك بكل خير، ومن خلالك نتعرف على اخر ما تشير اليه خرائط الطقس فيما يتعلق بالحاله الجويه على ولايات ومحافظات السلطنة. صباح الخير أخي سيف، نصبح على المشاهدين الكرام. نشكر إذاعة تلفزيون سلطنة عمان على التواصل الدائم معنا. الحالة الجوية الحالية طبعا تأثر على دول مجلس التعاون، في بعض الأمطار الآن تسجل على دولة قطر، كذلك على إمارة البحرين، بعض الأمطار على وسط المملكة العربية السعودية. الآن ممكن اليوم إن شاء الله تشهد بعض الأمطار على محافظة مسندم، أجزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة. نتوقع أن الأمطار تمتد بنهاية اليوم على شمال عمان، ممكن تؤثر على شمال الباطنة، جنوب الباطنة، محافظة مسقط بإذن الله تعالى. كذلك توقعت بعض السحب أنها تتكون على جبال الحجر. احتمالية الأمطار واردة على محافظة البريمي، محافظة الظاهرة، محافظة الداخلية، كذلك محافظة شمال وجنوب الشرقية. نعم. طيب، تأثير المنخفض الجوي راح يبدأ إن شاء الله تعالى اليوم على أجواء السلطنة. السحب تبدا تعبر اجواء السلطنه باذن الله تعالى من مساء اليوم، نتوقع انها تصل الى شمال عمان باحتمال يعني بعد الظهر تبدا تاثيرها يكون واضح على محافظه مسندم. نتوقع على الفجر، قد الفجر ممكن تكون تاثيرها يكون واضح على شمال وجنوب الباطنه، ممكن يكون تاثيرها واضح على محافظه مسقط كذلك. هي عبارة عن بعض السحب الطبقية اللي ممكن تكون متوسطة إلى عالية الارتفاع، تؤدي إلى أمطار خفيفة. نتوقع منها كذلك أحيانا تكون هناك أمطار رعدية بحكم عمق المنخفض وبحكم درجة حرارة منخفضة، ممكن يكون هناك بعض الخلايا الرعدية اللي تتكون على جبال الحجر ممكن تؤدي إلى أمطار رعدية. عموم الحالة هي مجرد سحب طبقية تؤثر على أجواء السلطنة، تؤدي إلى أمطار خفيفة. لكن في تقرير نحن أشرنا على أساس أنه هناك في رياح شمالية غربية مصاحبة للمنخفض هذا، ونتوقع أن تكون تؤدي إلى هيجان البحر على محافظة مسندم وعلى بحر عمان، كذلك تطال بحر العرب، سواحل بحر العرب ممكن تتأثر بعد يوم السبت بنوعية من الرياح الشمالية الشرقية، ممكن تأثر إلى بحر متوسط الموج. العموم تأثير رياح الشمال راح يكون ممكن يكون على المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة، بعض تصاعد الأتربة والقبار، كذلك درجات الحرارة احتمال أنها تكون منخفضة خاصة على المناطق الجبلية، نتوقع أنها تصل درجة إلى درجتين على جبل شمس على نيابة الجبل الأخضر كذلك. نعم، شكرا لك أخوي بدر، شكرا أيضا على هذه المعلومات اللي قدمتها لمشاهدي ومتابعي برنامج قهوة الصباح ولشاشة تلفزيون سلطنة عمان أيضا المشاهدين. شكرا لبدر بن علي الرمحي، مدير دائرة التنبؤات العامة ونظام الإنذار المبكر، تعرفنا من خلالك طبعا على حالة الطقس والمنخفض الجوي الذي يبدأ تأثيره إن شاء الله تعالى اليوم على مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، بالتحديد المناطق اللي ذكرتها. عموما حين نروح لفاصل مشاهدين الأحبة، وبعد الفاصل نبتدي معكم المحطة الحوارية الأولى في برنامجنا، فتابعونا.